أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. حلقتنا اليوم عن سبينازولا، نجم نادي روما المتألق هاي الأيام، اللاعب اللي ما بتنساله جماهير يوفنتوس أبدا موقعة أتلتيكو مدريد، لما قدم أداء شجاع هجومي ساهم بكل تأكيد بريمونتادا العودة الشهيرة بعد ما خسر اليوفي ذهابا بهدفين وفاز إيابا بثلاث أهداف. هذا اللاعب بيعيش حاليا أيام ممتازة في روما، في حين يوفنتوس بيعاني مع ظهيره الأيسر ألكساندرو، مرة مصاب ومرة متذبذب المستوى في آخر موسمين. هذا اللاعب له دور واضح في موسم روما القوي حتى الآن، الموسم المميز اللي جعل لاجازيتا ديلو سبورت تقول روما منافس مثل الانتر والميلان واليوفي على اللقب. يقول متابعو روما، لما يغيب سبينازولا بنشعر انه الروح القتالية في الفريق اضعف، هذا الشيء شعر فيه جمهور يوفنتوس ايضا، انه اللاعب بيلعب بقلبه قبل قدمه. سبينازولا له تصريح شهير قبل فترة بيشرح الفترة الصعبة اللي مر فيها مع يوفنتوس والانقلاب اللي حصل له في نادي روما، وقال: كنت أعاني من إصابات عضلية متكررة بتمنعني أوصل لمستواي، حتى قابلت دانييل بوتسيلي وكل شيء اختفى. دانييل بوتسيلي هذا طبيب أسنان أخبر سبينازولا أنه عنده انحراف في الأسنان وانسدادات بتساهم بشكل أو بآخر بانخفاض طاقته وقوته، وهذا الشيء بيؤدي لإصابات أكثر عنده في العضلات. بصراحة يعني أنا شخصيا شكيت شوي في المعلومة وما فهمت كثير من تصريحات الدكتور، فرحت بحثت على جوجل ولقيت عدة تقارير طبية بتتكلم عن الموضوع. واحد منها مثلا من المجلة الوطنية للطب في أمريكا بتقول إنه هناك تأكيدات واضحة أن هناك ارتباط مباشر بين حالة الأسنان الصحية بإصابة العضلات والأربطة أثناء التدريبات والأنشطة الرياضية، وأن احتمال الإصابة يزداد لما تكون حالة الأسنان غير صحية، خصوصا لو كانت ممارسة الرياضة في أجواء من التوتر. على كل حال، طبيب الأسنان لم يكن فقط اللي دفع سبينازولا لهذه العودة الجميلة، فهو تحدث في تصريح آخر عن قصة تانية له وتكلم: أنا كان لازم أروح على الإنتر في يناير 2020، كان هناك احتمال صفقة تبادلية مع بوليتانو، ولكن هذه الصفقة فشلت، وفعليا في الأيام الأولى كنت مستاء، لكن قررت إنها تكون ردة فعلي مختلفة. حفزت نفسي بشدة، ذهبت إلى طبيب الأسنان كخطوة بدائية وبحثت عن علاجات أفضل لمشاكلي العضلية، وبدأت أزيد من ممارستي للرياضة والتمارين لأرفع حالتي اللياقية، واعتبر أنه فشله بالذهاب للإنتر كان خطوة محفزة لا محبطة. ومع كل هذا لازم ما ننسى أبدا فضل مدربه في نسكا. المسألة مش مسألة طبيب أسنان ولياقة وردة فعل، هناك مدرب خلق مجموعة جميلة في روما، مجموعة خلت جميع اللاعبين يبدو بشكل أفضل بعد ما اعتقدنا أنه ما إلهم عودة في كرة القدم. الآن أنا حترك لكم التعليق وتتوقعوا شو مركز روما النهائي في هذا الموسم بعد أداءه القوي وبدايته الممتازة.